فارغ الصبر هذا المهرجان الذي يعتبر هو الحاضنة لكل أبطال ميادين دول مجلس التعاون الخليجي، لأنه يأتي كمسك ختام ومسك ختاميات مهرجانات سباقات الهجن العربية الأصيلة. على بركة الله تعالى، إذا مشاهدينا الكرام، منافسة أخرى وتحدي آخر، وهذا هو الشوط الثامن الخاص بمنافسات الحقائق القعدان، وهناك سيارة عبارة عن تويوتا كروزر بيك اب في انتظار الفائز بالمركز الأول. والملفت للنظر بأن هناك جوائز قيمة جدا حقيقة، 33 مليون في انتظار الفائزين، وهي مجموع جوائز هذا الحدث الكبير، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى. عموما الزملاء أيضا يتواصلون بدورهم، وسالم خليفة أيضا يدلي بدلوه مع الزملاء المعلقين، ونتعرف على ما بين سطور المنافسة بصوت الزميل سالم خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية مع انطلاقة شوطنا الثامن في تعداد أشواط مسائي هذا اليوم، وهو الشوط الخاص بالحجايج الجعدان في هذا اليوم الأول لهذا المهرجان الختامي السنوي الكبير. نسير مباشرة بصدارة هذا الشوط، نتابع المقدمة والصدارة، الصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام من قناص اللي على صدارة هذا الشوط، لسعد سليمان بن حمد الجبرين اللي على المقدمة والصدارة، يليه في المركز الثاني الصعب تعود ملكيته لفهد بن ناصر، فهد بن ناصر الشقاق الهاجري من يتدخل على ثاني المركز الثاني، ولكن الدخول في هذه اللحظات والتسلل من المتحد لمحمد حسن السوداني من يتسلل وينتزع مقدمة هذا الشوط مع هذا التحدي الجميل والتنافس. براق ياتي ثانيا لعبد الهادي بن راشد الدوسري في ثاني المراكز، النقلة التالية نتابع ثالث المراكز والدخول في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، نتابع القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام، من شعار احمد بن علي بن واس يتدخل على ثالث المراكز، رابعا اللي في المركز الرابع حامل رقم 72 ايضا اللي في المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام مجهول، نتابع المركز الخامس وعلى خامس المراكز اللي في المركز الخامس جياش لحمد بن سالم الشريفي من يتدخل في هذه اللحظات على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ونداءنا الأول للخمس المراكز الأولى، جولتنا الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكننا نعود مع الصدى والبداية والمقدمة وانتصاف المسافة 2 كيلومترات غادرناها، 2 كيلومترات غادرناها، والكوكبة الثنائية، الصراع ثنائي على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، التنافس والمعركة، المعركة طاحنة على المقدمة، ومن الجانب الآخر عجب اللي على صدارة، عجب اللي على مقدمة هذا الشوط لعلي بن احمد بن واس من يتدخل على صدارة هذا الشوط. المجهول في المركز الثاني ما تعرفنا عليه يا جماعة، ما تعرفنا عليه اللي في ثاني المراكز، وعلى المركز الثالث براق لعبد الهادي بن راشد الدوسري من يتدخل ثالثا، رابعا الهجوم ايضا من جياش لحمد بن سالم الشريفي، والهجوم يا سلام يا سلام يا سلام، الحذر سيف بن نسر العميمي، ولكن التدخل من شاهين لسلطان بن دليله، سلطان بن دليله النعيمي مع شاهين من يتدخل في هذه اللحظات على خامس المراكز. المعركه طاحنه والتحدي، يا سلام، وهذا الرقص المسائي الجميل، وبدينا ننعطف يا جماعه مع المنعطف الاخير والتحدي على صدارتي هذا الشوط والمقدمه، المقدمه ايضا هناك ايضا. يا سلام، الله، شاهين سلطان بن دليله النعيمي على صدارتي هذا الشوط، من يقف
يقود المجموعة، من يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. جاري المواد ما يتدخل أيضا في أول ندى عبد الله بن صاروخ النعيمي في ثاني المراكز، والهجوم في هذه اللحظات التحدي من مهاجر العبيد بن محمد الوهيبي. الله يا سلام، والحذر الحذر 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 لسيف محمد العميمي، سيف النسر العميمي من يعلن هجوم الحذر على ثالث المراكز والأسماء اللي قادنا بكل قوة. وحان موعد الرقص يا جماعة، حان موعد الرقص، صدرت الأوامر والتحديات أيضا، وهذا المنظر الرائع. ولكن الحذر 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 على الصدارة، الحذر على المقدمة. الله يا سلام، سيف بن مسهر العميم من يعلن انطلاقة الحذر، ولكن الدخول أيضا الدخول من راهي المبارك بن مظفر بن محمد العامري، والتسلل التسلل من عجب، والفعل الفعل بالفعل عجب 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 كل عجب. يا سلام على هذا الأداء المتميز. الله يا سلام، وعجب عجب عجب، والفعل من عجب بالفعل. بدأ يغادر بدأ يغادر بناموس هذا الشوط. سلامي وتحياتي أيضا للأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الأداء المتميز، وعجب على الصدارة. سلام 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 يا العوية، سلام تحية واحترام مع هذا الأداء المتميز، وعجب على الصدارة بدون أي منافس بدون أي منازع على الرغم من لحظات وصوله واقترابه من خط النهاية بدون أي منافس. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لعلي بن أحمد بن واصل، يوصل المركز الثاني لسيف بن مسفر العميمي، المركز الثالث لعبد الله بن صاروخ النعيمي، المركز الرابع لمبارك بن مظفر بن محمد العامري، المركز الخامس لأحمد بن سعيد بن منانة السويدي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول عجب إلى خط النهاية بعد انقطع مسافة الأربعة كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 17 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا لعلي بن أحمد بن واصل اكتبي، وسلام يا العوي سلام بدولة الإمارات العربية المتحدة. بينما اللي وصل في ثاني المراكز الحذر يقطع المسافة في 6 دقائق 20 ثانية 22 جزء من الثانية. تهانينا للسيف بن مسفر العميمي، واللي وصل في ثالث المراكز جلمود يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 22 ثانية جزء 1 من الثانية. تهانينا لعبد الله بن صاروخ النعيمي، تهانينا لجميع الفائزين في هذه اللحظات. أعود بالكلمة للزميل سعد بن متلع العتيبي. شكرا للزميل سالم خليفة. إذا مشاهدينا الكرام نذكر بأن استلام الجوائز النقدية سيكون مباشرة بعد نهاية الأشواط هنا.